والله العزلة ما كانت سهلة. قرار اني انا اترك السوشيال ميديا كان مرة صعب، يعني اخذ مني وقت واخذ مني. سويت مادة حسيت انه يعني بزعجكم اذا اقول لكم كل سالفة العزلة كلها كذا، يعني بزعجكم، حسيت اني بزعجكم، فقلت بسويها واحطها ارسلها للعملاء عندنا في الموقع، فالمفروض انكم الان تلقونها عندكم في الحساب، صح؟ المفروض. طبعا لما كنت في العزلة ما تابعت السوشيال ميديا ولا اعرف شو اللي صار في السوشيال ميديا، ويعني حتى متابعتي للعملاء وكذا ما ادري وش اللي صار. فان شاء الله انكم، بس كنت اكتب طوال الوقت هذا، كنت اكتب والقلم والورقة كانوا معاي، يعني سبحان الله خليت كل شيء بس ما خليت الورقة والقلم. وكان قرار اني اترك السوشيال ميديا قرار بعت مع كل الحياة تقريبا، يعني ما عاد في شيء مهم في الحياة، ما عاد في شيء مهم، الشهرة مو مهمة، الفلوس مو مهمة، العمل حقي صار مو مهم، يعني وصلت مرحلة انه ما في شيء مهم في الحياة، ما في شيء يعني يستحق انه نكمل عشانه. وكنت كل يوم اقول اليوم بكرة بعد بكرة كذا، ف يعني وصلت مرحلة انه خلاص انا ما اقدر اكمل، لانه ما عاد اقدر، يعني ما عادت الشهرة ما عادت تعطيني شيء، اللايف ما عاد يعطيني شيء، ما عاد عندي احساس الشغف الحب انه انا اطلع واتكلم واسولف مع الناس، ويعني اسمع اسئله واجاوب، ما عاد عندي هذه الرغبه. وطبعا وقتها كنت كثير مشتغل على الجسد الفكري. اوكي ثانك يو حبيبتي انت اشراق سوية. كنت مشتغله على الجسد الفكري كثير، واعتقد انه في مراسي رئيسيه سقطت في الجسد الفكري. لما اتذكر السنه اللي راحت وقت ما اني قررت العزله، اعرف اني انا شخص، والان انا شخص مختلف تماما، مختلف تماما. في كثير ارسلوا سؤال انه هل هي هذا نداء الروح الثاني؟ ممكن، ما اقدر اتاكد لما اخلص الاربعينيات او على الاقل عندي 45، لما عندي 45 اقدر اقول اوكي هذا هو كان نداء الروح. بس السمات العامه هي كانت نفس السمات، انه انت ترجع تراجع حياتك، تشوف وش انت سويت، شو الانجازات اللي سويتها، وش الشيء اللي حققته بهذه الحياه، هل كانت الاشياء تستحق ولا ما كانت تستحق، القصه اللي انت عبرت فيها هل انت بتشيلها للمرحله اللي قدام ولا ما راح تشيلها، هل انت راضي عن الشعور اللي انت موجود فيه ولا لا. ثانك يو ساندرا. هل انت راضي عن المستوى اللي انت فيه، هل انت راضي عن القصه، هل تبغى تكملها بهالطريقه، هل انت مبسوط مو مبسوط؟ هذا يعني من اكبر الاسئله اللي كانت موجوده عندي، انه هل انا مبسوطه في حياتي ولا لا، يعني هل القصه يعني جميله، هل القصه سعيده، شفت انت، واسئله جديده. لما تمر في مثل هذه القصص وتمر في هذه المرحله وتختار انك انت تنظف جسدك الفكري، وتختار انك انت تشيل مرساة رئيسية من مراسي جسدك الفكري، وارد انه انت يعني ينهار الجسد الفكري. وهذا اللي صار، انه انا احس اني صرت سلطة، احس اني يعني كذا يعني تفككت الى 80 قطعة، وبعدين رجعت اركب نفسي من جديد. طيب فهذا اللي صار باختصار، اني تفكفكت
ففي لحظة الفكفكة هذه ما كنت إني أنا أقدر إني أنا أكون مع الناس، ما كنت إني أقدر لا أكون لايف، ما كنت إني أنا أقدر يعني أقابل ناس في حياتي، يمكن في الأخير في آخر الوقت. فبعدها أحس إني قدرت أرجع وأشبك الأمور وأبني هوية جديدة وأبني فهم جديد للواقع وللقصة وللحياة اللي إحنا عايشينها. المهم واكتشفت إنه إحنا كنا عايشين شيء وإن السالفة شيء السالفة شيء ثاني تماماً. أوكي القصة كانت شيء وصارت شيء ثاني تماماً. فأنا كنت قايلة كذا صرت كذا يعني شيء مختلف تماماً يعني. وفي هالعزلة طبعاً كثير يعني كثير صار عندي لحظات أها مومنت، لحظات كذا يعني وات كذا يعني لحظة تقول نعم. وأحس كل شيء يعني فهمت الآن بطريقة مختلفة غير اللي كنت أنا فهمت قبل. قصص يا جماعة، قصص. سافرت تايلاند، سافرت بالي. صارت لي قصة في بالي، بغيت أهج من بالي بس عاد ما هجيت. قلت التفاصيل في المادة المجانية. وسافرت الهند، وين بعد رحت؟ سافرت اليابان. قابلت ناس كثير جدد في حياتي، كثير. السنة هذه أحس إني كأني كنت في قطار الموت، عرفتوا؟ كأني كنت في قطار الموت. تقول نفسي أروح بالي، ترى أنا ما اقترحت إنك تروحين بالي، أنا قلت أنا رحت البالي وبغيت أهج. كأني كنت في قطار الموت يعني كذا، في أشياء تقولين أوه ماي جاد، في أشياء تقولين أوه يا، وفي أشياء ما أعرفها، أشياء جديدة، أشياء مو واقعية، أشياء مو حقيقية، أشياء ما بين الحقيقة والخيال، كذا كأني في قطار الموت، حرفيا كأني في قطار الموت. في لحظات كثيرة توقعت إني أنا بمشي بودع، في لحظات كثيرة توقعت إنه أصلا القصة هي قصة نهاية، لدرجة إنه أنا كلمت مغاسل الموتى أبغى أروح أغسل الموتى. عشان تعرفون القصة وين 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 راحت. قلت أوه أكيد إني أنا مودع يعني كذا القصة خلاص يعني طورتي من أفكارك. شفت كامل يعني من اليوم إلى 20 سنة قدام راح أتكلم لكم شيء جديد ومختلف تماماً عن الحياة. صدق المشاعر اللي صاحبتني صاحبتني حزن، كان في صياح كثير. خلصت دموعي كلها في هذه العزلة. كان في غضب، كان في خوف، 3 مشاعر هذه هي اللي قادت المرحلة، حزن، خوف، غضب، هذه أكثر شيء تكلمت عنها في سنة من العزلة في المادة اللي جاتكم مجاناً. وفهمت وقتها أنا ما كنت فهمتها بس بعدين مؤخراً فهمتها، فهمت يعني وش القصة. خوف من إيش؟ خوف من الأشياء الغريبة اللي صارت لي، من المرحلة الجديدة، إنه أنت تمر على مرحلة ما تعرفها ولا في أحد قال لك عنها. أوكي؟ إنه مرحلة في الحياة أو مستوى ما حد قال لك عنها، ما حد حكى لك عنها، إنه أنت في النهاية بتمشي وبتوصل برجلينك بحذائك، ما في أحد يقول لك وش القصة اللي بتصير أو وش الأشياء اللي بتصير لك. هذه هي الشيء. والإنسان يعني يخاف من الأشياء الجديدة، من الأشياء المختلفة،
من الأشياء اللي يعني أول مرة تصير له، يعني لما يصير لك شيء أول مرة في حياتك تخاف يعني، برضو أنت إنسان يعني. وما أدري أنتم ما تخافون، يمكن أنتم غيري، بس شيء أول مرة يصير لك ولا سبق أنك سمعت عنه، ولا سبق أنك عرفت عنه، ولا سبق أنك أنت تدري عن هذا الشيء أو وش معناه أو وش فكرة، عرفتوا كيف؟ مثل إيش يعني؟ مثلا مثل لما مثلا هذه قلت لكم إياها قبل، أنا قبل ما أوقف صارت معي هذه القصة، أنه الأعصاب عندي كلها صارت كهرب، جسمي صار كله كهرب، جسمي صار كله كهرب، بالنسبة لي مخيف. ما أدري، يمكن أنتم عادي، ما أدري عنكم. يعني أنه كذا فجأة تقوم من النوم تلقى جسمك كله كهرب، كأنك مشبوك على فيشة يعني. لا والله مو عادي، ما أدري عادي. خفتي يا جماعة، ما أدري، بشر مذهولة. إيه مرت لحظات كذا تقولين إيه، إلا مو عادي. ولا عادي ولا مو عادي؟ الحمد لله أنا طيبة الآن، كويسة. وبعدين تروحين للطبيب ويقولك ما فيك شيء، طيبة سليمة، بعدين يسوون لك الاختبارات كذا طخ. أعرف إذا حد جربها ولا لا، اختبارات الأعصاب. الغضب من الخوف، انه انا زعلت على نفسي ليش انا خايفه، يعني الخوف انه انا واجهت اشياء جديده في حياتي. الغضب انه انا غضبت من نفسي. الهاشم بليز، ما عندنا جولات اليوم. الغضب انه انا غضبت من نفسي ليش خفت، غضبت من نفسي ليش انا خفت كذا. شفت لما تخاف بعدين يقول ليش تخافين، ليش تخافين؟ طب ما ادري، اول مره. طيب الحزن طبعا بعدين انا لما خلصت التجربه فهمتها. الحزن على مفارقه اجزاء من القصه، انك انت تسمح انه مع السلامة. الحزن عشان تقول باي باي، باي باي، ولأنه كل الشعور هو كأنه شعور موت، فأنت تقول باي باي لكل شيء. طبعاً وقتها أصلاً كل شيء يعني، كل شيء ما كان يعني شيء، يعني الحياة ما كانت تعني شيء، الشهرة ما تعني شيء، المال ما يعني شيء، القصة ما تعني شيء، ما في شيء يعني شيء، ما في شيء مهم في الحياة إطلاقاً، ما في شيء. فتجيك هذا حزن النهايات، حزن انه انت كنك يعني مودع، كنك يعني كذا، يعني هذا هو الشعور يعني. اي طبعا قالوا لي اكتئاب. اي انا قلت كل الناس اللي مريت عليهم، الاطباء والحقين الجنان وحقين السحر قلبي زوزو thank you you are the best كلهم. يا ماما أنا سوي الناصر، توقعين أني يعني لن أتواضع وأذهب للجميع؟ رحت للجميع، فحصت جلثومة المعدة. قلبي سوية، أوه ماي جاد، سيارة، والله خاطري أشتري سيارة، تصدقون؟ خاطري أشتري سيارة. ليش جاك كذا؟ جاني قد يكون نداء الروح الثاني، هذا احد الاحتمالات، بس اني ماني متاكده يعني، ماني متاكده. متاكد لما نعدي العين برضو يعني، ترى ما فوتت القصه. ها عين جني سحر. كلها صفيتها واحد واحد، فنتها. كيف رجعت الشغف؟ ما هي مرة القصة ومرة التجربة وفهمت الموضوع. بدأت يعني تتغير، وبدأ داونلود جديد، وبدأت أفهم الموضوع بطريقة. Oh my god thank you
شكرا سمية، تغيرت الضحكة. صدق؟ لا 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 لا. هل الأبراج حرام؟ يقولون في ناس يقولون حرام، في ناس يقولون حلال. في كل شيء، فيه كل شيء، فيه أنت في الحياة، أنت في الأرض، كل شيء فيه. الأرض كروية والأرض مسطحة في نفس الوقت، وهي حقيقة لكل الاتجاهات. عاد استني استني، اسمعيني اسمعيني. روح حبيبتي، I love you. هل الحياة ما زالت تجربة مشاعرية؟ I love it. Oh my god. هذا اللي رجعني، هذا اللي رجعني، الأسئلة اللي رجعتني، الجمهور اللي رجعوني. آخ قلبي أنتم. الحياة طبقات. I love you سوية. نرمين قلبي، thank you. اللي أقدر أقول لكم إياه اليوم إنه الحياة طبقات. نقص فيتامين دال؟ Oh my god، تدرين عندي فيتامين دال توب التوب. أنا أخذ 10 IU في اليوم، 10,000. الحياة thank you. تخيلوا هديتين في نفس الوقت. الحياة طبقات، لتركبن طبقا عن طبق، والحقائق في كل طبقة مختلفة، وعلى كل طبقة أن تلتزم بطريقتها وحقيقتها. رجعت من السفر قبل البث بيوم عشان أحضر لك. قلبي أنتي، I love you. Oh my god، ما أتحمل يا جماعة، يعني بنعيش للأبد. هو إحنا أرواح للأبد، هو إحنا أرواح للأبد. أصلا أنت ما تدري أنت موجود ولا ما أنت موجود، أنت ما تدري أنت حي ولا ما أنت حي. أو خلونا ما ندخل في القصة هذه، لأنه ممكن في ناس يروحون دورة المياه على طول. لا خلونا ما نتكلم عن هذا الموضوع الحين. Oh my god قلبي أنت سمية، I love you، I love you. السالفة فيها الجدار الجليدي، هو موجود هو مو موجود. شفتي تقول خفت من كلامك، شفتو تقولون ليش أنا تقطعت 80 قطعة، ليش أنا تنتفت 80 قطعة بعدين رجعت نفسي. عشان كذا ترى رفض الفكرة. إيه أنا بعد حللت إنه جزء من الغضب رفض، رفض إنه أنا أعبر القصة. رفض لما أنت ترفض إنك أنت تنتقل لمرحلة أخرى، تحس إنك لسه تبغى تصفي حساباتك مع المرحلة راحت. متخيلين دحين حنا لايف حقيقي أو حلم؟ كلهم زي ما أنت لما في الحلم، أنت في حلم ولا أنت في حقيقة؟ كلها فيديوهات مسجلة، يعني في تايم لاينات مختلفة. لما أحد الأشياء اللي أنا فسرتها بعد الغضب إني أنا أبغى أصفي حساباتي مع القصة. أخبار أستاذ محمد، يعني هو أهم مني. يعني أحس إنه لا طيب بس السالفة هذيك، لا طيب بس القصة الفلانية، لا طيب بس الفكرة الفلانية، بس الموضوع الفلاني كذا. يعني طبعا أثناء العزلة في دول انبسطت فيها كثير صراحة، مثل اليابان مرة 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 انبسطت. الهند أحس إني شبكت مع الهند، غريب صح، ما كنت أتوقع بس شبكت شبكة مع الهند. غريبة غريبة مرة مرة، أحس إني اتصلت بالأرض مرة. بالي بغيت أهج، بالي بغيت أهج. وش بعد؟
وش بعد؟ كانت الورقة والقلم معي طوال الوقت، طوال الوقت كان القلم والورقة معي، وكنت أكتب، كانت جزء من يعني المتعة، وجزء من التدفق، جزء من الحب، وجزء من كان حياة. الورقة والقلم بالنسبة لي كانت حياة، كانت حياة. خصوصا في مرحلة وانا احس انه كذا يعني عرفت كل الدنيا حولك كذا متكسرة ومتكركبة، وانت ما تدري مين ولا تدري وش القصة والواقع. الورقة والقلم كان هو القصة بالنسبة لي، كان هو القصة بالنسبة لي. حسيت انه انا يعني ما ثمنت قيمة الابداع وقيمة التجربة اللي انا مريت فيها، وقيمة الاشياء اللي انا كتبتها، وقيمة الاشياء اللي انا قدمتها. حسيت اني انا ما ثمنت تجربتي، يعني ما قدرتها بالشكل الكافي. وهذه المرحلة اللي مريت فيها لما كتبت كيف ضاعت قداستك، حضرته معي ولا حضرته معي؟ تقول لك احس كل برج السرطان مر بهذا التحول. والله ما ادري عنهم، ما ادري. تكتبين شعورك؟ لا 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 لا، ما اكتب شعوري، يعني قاعده اكتب الاشياء الداونلود، الاها مومنت اللي يصير لي. حضرتوها؟ لا تقولون لي ما حضرتوها. حضرتوها؟ كيف ضاعت قداستك؟ سارة تقول حضرتها. حضرتوها؟ قلبي thank you. سنة زحلية بامتياز، أهل الفلك. ها أهل الفلك برضو كلمت أهل الفلك، يعني برضو ها ما تفوتني. نريمان حبيبتي love you. في الموقع يا جماعة، في الموقع ترى طول الوقت أنا كنت أكتب. في الموقع قدمت كيف ضاعت قداستك. اختيارات الدول أوه أكيد كانت حاضرة على الطاولة. واتصلت بالهند بطريقة غريبة صراحة، طريقة ما توقعتها، يعني مع أني مرضت لما رحت الهند. جاني أعتقد تسمم من الموية. بس اتصلت. قصص فشلي ونجاحي. اوكي، قصص فشلي ونجاحي لازم اسوي منها بارت 2 صراحه، لازم. تقول يمكن طالعها عقرب. والله هذه السنه في حياتي كلها ما قد مريت في سنه مثل هذه السنوات، فما ادري ايش طالعها. اكيد طالعها يعني ما في طالع كلب، طالع تيست. ما في كذا طالع شيء زي كذا. سنه يعني كذا، يعني سياره دهستني مرة مدهوسة. وش قالوا لي الأبراج؟ قلت في الجلسة قالوا لي في خبطة في شو اسمه في البيت 12، في خبطة في العمل. أنا عملي مهم، أنا أحب الشغل، أحب الشغل. يعني أنا للناس بعت الشغل، ما ادري يوم جاء برج العقرب، ما ادري برج، بعت الشغل بعت الفلوس، بعت فلوس يا جماعه. الشهره مو مهمه، فلوس مو مهمه. افكر طيب اذا بكره ما صار عندي طز، يعني ايش بيصير اذا ما صار عندي فلوس؟ وش بيصير؟ ف ندمت اني دخلت هالتجربة؟ لا طبعا، يعني على قد ما هي صعبة، على قد ما كان ممكن اني انا اوصل لهذه المرحلة من حياتي او هذا المستوى في القصة بدون ما امر. احنا بشر يا جماعة، ها خلونا نحط رجلنا على الارض. احنا بشر، اوكي. فبعد ما مريت فيها اقول لا، ما لا كانت تستحق. مين معاي؟
والله كان معي تقريبا 9 أشخاص مريت عليهم قلتهم في المواد، في أشخاص صحين، في أشخاص مجانين، في أشخاص عقلاء، في أشخاص، هو كذا حياتك، أنت تمر بناس صحين وناس مو بصحين وتعبر. لا مو قاسية، هي أعلى من قاسية صراحة، هي أعلى من قاسية، تجربة يعني مليئة بالألم، فيها ألم 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 كثير كثير وكبير. والألم شوف، هو جزء من الألم يجيك من أنك أنت تتألم شيء، يعني مثلا أنه جسمي كهر، جسمي مولع كهر أحس أني شاحم وتنقل، أوكي هذا جزء من الألم، لكن في جزء من الألم ثاني أنك أنت ما تدري إيش السالفة، عينا ما أدري إيش السالفة كذا. الروحانية برضو قلت طز للروحانية، قلت طز للروحانية، كل شيء قلت طز، كل شيء مو مهم، ما في شيء مهم، ما في شيء يعني شيء، بس كذا لما أرجع أقعد أشوف الورقة والقلم أقعد أكتب، أقعد أكتب. أسرار فشلي ونجاحي حلوة، لازم أسوي منها بارت 2 لأني أبغى أكتبها لبنيتي. طيب في أسئلة الثراء حضرتوها، مصادر الثراء وأعداء النجاح، أعداء النجاح مرة جميلة لأنها زي كانت زي الحيوانات، وكل حيوان وش طباعه وش طريقته، وش يعني شلون يعبر وشلون. الهوية الروحية، مين حضر الهوية الروحية؟ الهوية الروحية، الهوية الروحية بعد حلوة وخفيفة، والجميل فيها اني انا قابلت من هالهويات اثناء رحلة هذه السنة، خلاني افهم الناس هوياتهم الروحية كيفية، وبعد ساعدني اني انا افهم نفسي بعد روحيا. أسار روحية، كيف ضاعت قداستك، البوابات الذهبية هذه كانت في شهر الحظ حضرتوها، الورقة الخاسرة، أحس قديم هالأشياء، بس تراني فتحتهم كلهم الآن مفتوحين أعتقد لمدة 24 ساعة ما أدري. الورقة الخاسرة، أوه ماي جاد، يا ليت كنت موجودة وقت الحظ أشرح لكم الورقة الخاسرة. الورقة الخاسرة باختصار كنت أقول فيها، الورقة الخاسرة هي الورقة